بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الورد والياسمين، ازيكم يا حلوين؟ النهارده ان شاء الله هندرس مع بعض مهارة مهمة جدا من مهاراتنا اللغوية لهذا العام، هي مهارة المفعول لأجله. وهذه المهارة مناسبة لجميع المراحل الدراسية. في البداية خلونا نبدأ درسنا بهذا السؤال: لماذا اشترى محمد الكتب؟ أمامي ثلاث جمل وبيطلب مني أن أستخرج الجملة التي تجيب عن السؤال السابق. لماذا اشترى محمد الكتب؟ نقرأ الخيارات. أولاً: اشترى كتابين، اشترى الكتب سعيداً، حباً في القراءة. أي جملة من هذه الجمل الثلاث إجابة لهذا السؤال؟ نفكر قليلاً. لماذا اشترى محمد الكتب؟ اشترى كتابين، اشترى الكتب سعيدا، أم حبا في القراءة؟ نفكر قليلا. طبعا أحسنتم، الإجابة الصحيحة هي حبا في القراءة. يبقى سبب شراء محمد للكتب حبا في القراءة، أنه يحب القراءة. انظروا إلى هذه الجملة ولاحظوا جيدا كلمة حبا، هل بدأت بالألف واللام؟ لا. الكلمة التي أمامك حبا مرفوعة أم منصوبة أم مجرورة؟ منصوبة. وهذه الكلمة بيّنت سبب الشراء، سبب إن محمد اشترى الكتب، حبه للقراءة، حبا في القراءة. إذا كانت الإجابة اسم نكرة يعني لا يوجد به ألف ولام ومنصوب، يسمى هذا الاسم مفعولا لأجله. كيف أتعرف على المفعول لأجله؟ أسأل نفسي لماذا؟ ننظر إلى هذه الجملة: اجتهد الولد طلبا للنجاح. اجتهد الولد طلبا للنجاح. نفكر قليلا ونحاول معا أن نستخرج من هذه الجملة المفعول لأجله. اجتهد الولد طلبا للنجاح. هناك أمر بسيط أعمله في مخي، إيه هو هذا الأمر؟ أن أتي قبل الفعل هنا وأسأل نفسي لماذا؟ لماذا اجتهد الولد؟ نفكر قليلا سنجد أن الإجابة هنا هي كلمة طلبا. هذه الكلمة هي التي بيّنت سبب اجتهاد الولد، أنه ذاكر أو اجتهد طلبا للنجاح. يبقى كلمة طلبا هنا هي المفعول لأجله، مفعول لأجله. وإذا طلب مني أن أضبط هذه الكلمة فما مني إلا أن أضع فوقها فتحتين أحط عليها. طيب، ما علامة نصب المفعول لأجله؟ اتفقنا من قبل إن أي حاجة اسمها مفعول بتكون منصوبة، وعرفنا علامات النصب أن أحياناً بتكون علامة النصب الفتحة، وأحياناً بتكون الياء إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم، وأحياناً بتكون الكسرة إذا كانت الكلمة جمع مؤنث سالم. أما المفعول لأجله يا شباب لا يأتي إلا منصوبا بالفتحة فقط. المفعول لأجله علامة نصبه الفتحة فقط، يعني ولا بيأتي منصوب بالياء لأنه مش بيجي مثنى، ولا بيأتي منصوب بالكسرة لأنه مش بيجي جمع مؤنث سالم، ولا بيأتي منصوب بالياء إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم. فالمفعول لأجله بينصب بالفتحة فقط. علامة نصب المفعول لأجله فتحة على طول. إذا طلب منك السؤال أن تضبط المفعول لأجله، حط فتحتين عليه وخلاص على كده، يبقى كده الدرجة ضمنتها. يبقى ماذا عرفنا حتى الآن يا شباب؟ عرفنا المفعول لأجله أنه اسم مفعول لازم يكون اسم على طول، ونكرة ما يجيش فيه ألف ولام أبدا، ومنصوب لازم يكون عليه فتحتين. وبعرفه إزاي؟ إن هو بيبين سبب حدوث الفعل. إيه أسهل من كده كمان يا أبلة؟ أن أسأل في بداية الجملة بلماذا؟ عندما تأتي قبل الفعل وتسأل نفسك لماذا، الكلمة النكرة التي ستكون الإجابة هي دي المفعول لأجله. طيب، هيا نقرأ معا هذه الجمل التي ظهرت أمامي الآن ونحاول أن نستخرج منها المفعول لأجله معا.
عندما يقول أجتهد في دراستي حرصا على التفوق، بيقول هنا السؤال أقرأ الجمل الآتية وألاحظ الكلمات الملونة. سنقرأ الجملة ونخلي بالنا من الكلمة الملونة اللي باينة قدامي. أجتهد في دراستي حرصا على التفوق. عايز أطلع المفعول لأجله، اتفقنا هو هيكون الكلمة الملونة. طب هطلعها إزاي؟ أجي قبل الفعل هنا أسأل نفسي لماذا؟ لماذا أجتهد في دراستي؟ ستجد أن الكلمة الملونة هنا هي سبب الاجتهاد. سبب الاجتهاد الحرص على التفوق، حرصا على التفوق. ننظر إلى كلمة حرصا، هل وجدت أو بدأت بألف ولام؟ لا طبعا. منصوبة؟ أيوة منصوبة. بيّنت إيه؟ بيّنت سبب حدوث الفعل. إذن فهذه الكلمة هي المفعول لأجل. طيب الجملة الثانية، أشتري الكتب حبا في القراءة. عايز أتأكد أن كلمة حبا هي المفعول لأجل، أأتي قبل أشتري وأسأل نفسي في مخي لماذا أشتري الكتب؟ حبا في القراءة، إذا حبا هي سبب الشراء، فكلمة حبا هي المفعول لأجله. إذا طلب مني ضبط الكلمة أضع عليها فتحتين. تمام، نذهب إلى البر طلبا للراحة. البر اللي هو الصحراء يا ولد. نذهب إلى البر طلبا للراحة. لماذا نذهب إلى البر طلبا؟ يبقى كلمة طلب هنا بينت سبب الذهاب. اسم، أيوة. نكرة، أيوة. تمام، نلاحظ أن كلمة حرصا بيّنت السبب في الاجتهاد في الدراسة، وكلمة حبا بيّنت السبب في شراء الكتب، وكلمة طلبا بيّنت السبب في الذهاب إلى البر، وجميع هذه الكلمات جاءت منصوبة. يبقى اسم ونكرة ومنصوب ويبين سبب حدوث الفعل، فماذا يسمى هذا الاسم؟ يسمى مفعولا لأجله. نستنتج أن المفعول لأجله اسم منصوب يبين سبب حدوث الفعل، اسم نكرة لا يوجد فيه ألف ولام أبداً. تيجي تطلع مفعول لأجله مستحيل يكون فيه ألف ولام. بيبين سبب حدوث الفعل، إزاي أعرف السبب يا أبلة؟ اسأل نفسك بلماذا؟ ودايماً هيكون منصوب بالفتحة. طيب نأتي إلى التطبيق. أمامي مجموعة من الأسئلة يريد مني أن أستخرج من كل جملة المفعول لأجله. هيا نقرأ الجمل معا. تكرم الدولة الفائقين تشجيعا لهم. تكرم الدولة الفائقين تشجيعا لهم. ماذا أفعل؟ أنظر إلى بداية الجملة، اسمية ولا فعلية؟ تكرم فعلي، يبقى جملة فعلية. تمام، عايز أطلع المفعول لأجله، ماذا أفعل في مخي؟ أسأل نفسي لماذا؟ لماذا تكرم الدولة الفائقين؟ أفكر قليلا. أيوة، تشجيعا لهم. تشجيعا هي دي المفعول لأجله، تشجيعا فقط. تشجيعا هي المفعول لأجله. يسهر الجنود حماية للوطن. عايز أطلع المفعول لأجلي، أبص للجملة بدايتها فعل، يبقى الجملة فعلية، صح. عايز أطلع المفعول لأجلي، ماذا أفعل؟ أسأل نفسي في مخي لماذا؟ لماذا يسهر الجنود حماية للوطن؟ يبقى كلمة حماية هي دي المفعول لأجلي، وإعرابها مفعول لأجلي منصوب بالفتحة، ستجد فتحتين فوق الكلمة. نكمل. تقيم الدولة المحميات الطبيعية محافظة على الحيوانات النادرة. بيقول لي برضو أطلع المفعول لأجله وأضبطه، فإن الضبط يعني إيه؟ طالما مفعول لأجله على طول منصوب بالفتحة، عندما يقول لك أضبط المفعول لأجله ضع عليه فتحتين على طول. تقيم الدولة المحميات الطبيعية، أسأل نفسي لماذا تقيم الدولة المحميات الطبيعية؟ أفكر قليلا وأنظر إلى الجملة. أيوة صح، محافظة. أحط خط تحت كلمة محافظة. طيب عندما يقول لي أضبط الكلمة أضع فوق التاء المربوطة فتحتين، واحد اثنين. طيب الجملة اللي بعدها، تزود الدولة المستشفيات بأحدث الأجهزة عناية بصحة السكان. الجملة أبص في بداية الجملة، بدايتها فعل، أيوة المفعول لازم تكون الجملة فعلية. تمام، عايزة أطلع المفعول لأجله، ماذا أفعل؟
أسأل نفسي قبل الفعل لماذا تزود الدولة المستشفيات بأحدث الأجهزة؟ أفكر قليلا، طبعا عناية بصحة السكان، حط خط تحت كلمة عناية. تمام، بيقول لي اضبط المفعول لأجله وأنا مغمض عيني، الضبط أحط عليه فتحتين، إن اتفقنا إن المفعول لأجله بيكون منصوب بالفتحة بس، فتحة وفتحة عناية. طيب، تنشئ الدولة الأندية الرياضية رعاية للشباب. يلا نفكر بقى قليلا، اتفقنا، هشوف الجملة هلاقيها جملة فعلية، أسأل نفسي قبل الفعل لماذا، الكلمة اللي هلاقيها الإجابة هي دي هتكون المفعول لأجله. تنشئ الدولة الأندية الرياضية رعاية، لماذا تنشئ الدولة الأندية؟ رعاية للشباب، يبقى رعاية هي المفعول لأجله، والضبط وأنا مغمض عيني أحط فوق الكلمة فتحتين. أتمنى يكون لغاية دلوقتي الدرس واضح بالنسبة لك. بيقول لي أعبر عما تحته خط فيما يلي بمفعول لأجله وأضبطه بالشكل. أذهب إلى الشاطئ لأنني أحب الهدوء، عايز أشيل لأنني أحب الهدوء دي وأحط مكانها مفعول لأجله. اتفقنا المفعول لأجله اسم ولا فاعل؟ اسم. في ألف ولام ولا ما فيهوش ألف ولام؟ ما في ألف ولام. ومرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ طالما إن اسمه مفعول يبقى منصوب. عايز أشيل لأنني أحب دي وأحط اسم بمعنى بنفس المعنى. نفكر قليلا، أذهب إلى الشاطئ، أيوه شاطرين، حبا في الهدوء. أساعد الفقراء لأنني أطمع في طاعة أو في رضا الله. أساعد الفقراء لأنني أطمع في رضا الله. عايز أشيل لأنني أطمع وأحط كلمة واحدة بس، الكلمة دي هتكون اسم ونكرة مفيش ألف ولام ومنصوب. نفكر قليلا، أساعد الفقراء، أيوه أحسنتم، طمعا في رضا الله. نرى الإجابة معا، أذهب إلى الشاطئ حبا في الهدوء، أساعد الفقراء طمعا في رضا الله. شلت الكلمة اللي تحتها خط وجبت اسم بنفس المعنى، لأنني أحب جعلتها حبا، ولأنني أطمع جعلتها طمعا، وإعرابهم الاتنين مفعول لأجله منصوب بالفتحة. طيب، السؤال اللي بعده بيقول لي وظف كلمة أمل في جملة من إنشائي بحيث تكون مفعولا لأجله وأضبطه ضبطا صحيحا. عشان تكون مفعول لأجله يكون فيها ألف ولام؟ لا. تكون مرفوعة ولا منصوبة ولا مجرورة؟ منصوبة طبعا، يعني الكلمة هتكون أملا، وعلشان أخليها مفعول لأجله لازم تكون جملتي الأساسية جملة فعلية. خلونا نشوف الإجابة مع بعض. أيوة، أذاكر دروسي أملا في النجاح. أذاكر دروسي، لماذا أذاكر دروسي أملا؟ لما أسأل بلماذا ولاقي الكلمة النكرة المنصوبة هي الإجابة، ستكون هذه الكلمة هي مفعول لأجلي. بكده يا شباب نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم، وهي مهارة المفعول لأجله، واتفقنا أن هذا الدرس مناسب لجميع المراحل الدراسية، يعني الابتدائي والمتوسط والثانوي. أتمنى أن يكون الدرس سهل وبسيط عليكم، وأن الشرح يكون واضح، وياريت لو فهمنا الشرح وأتقنا المهارة أن احنا نعمل لايك للفيديو وشير، نشيره لأصحابنا كلهم في جميع المراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي، ونشترك في القناة علشان أي فيديو جديد وأي مهارة تنزل تكون عندك أنت أول واحد. ولو ذاكرت وشفت الفيديو وجدت أي جزء ليس واضحا بالنسبة لك، اكتب لي السؤال اللي مش واضح أو الجزء اللي مش واضح بالنسبة لك، وأنا أعيد لك الشرح مرة تانية أو أعيد لك التدريبات مرة تانية. وأتمنى لكم التوفيق بإذن الله، وأشوفكم في فيديو تاني قريب جدا إن شاء الله. باي باي.